الشماس بيدخل الهيكل ويدي لابونا التونيا عشان يرشمها له، وابونا بيصلي له الرشومات باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. مبارك الله الاب ضابط الكل امين، والشماس يرد امين. مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا امين، الشماس يرد امين. مبارك الروح القدس المعزي امين، والشماس يرد امين. أبونا يقول مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. وبعد كده بيصلي أبانا الذي في السماوات هو والشماس. أبونا بيسجد والشماس بيسجد، وبعد كده الشماس يقبل إيد أبونا والصليب ويقول له أخطيت حللني. الشماس بيلبس التونيا، ووقت لبس التونيا بيرتل مزمورين، المزمور 29 أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، وكمان المزمور 92 الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها. بعد كده الشماس بيسجد قدام الهيكل وبيروح يقف في المكان المخصص ليه.